بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو سؤال بسيط جاني في الخاص طبعا، وهو عبارة عن من يقوم بتقديم الرعاية الصحية للسيدة أثناء الحمل. طبعا هو طبيب النساء والتوليد. طبيب النساء والتوليد هو عبارة عن طبيب متخصص برعاية السيدة الحامل والقيام بعملية الولادة، كما يحصل أطباء النساء والتوليد على التدريبات خاصة في علم الجراحة، وبذلك يمكنهم أيضا القيام بعمليات القيصرية. ويجب على السيدات التي يعانون من مشاكل صحية أو معرضات للخطر، يعني التعرض، وأيضا التي تتعرض لمضاعفات أثناء الحمل، قد يعني يعملون متابعة مع طبيب نساء متخصص في هذا المجال. وعلى السيدات أيضا المعرضات لحمل خطير جدا جدا، مثل تشوه جنين أو أي نوع من أنواع الأمراض التي تحصل لجسد الحامل أثناء فترة الحمل، أو جسد الجنين في فترة الحمل. مراجعة طبيب النساء والتوليد في هذا الموضوع، وأيضا هو متخصص في رعاية الحالات الحرجة مثل توقف القلب أثناء فترة التوليد أو فترة المخاض، وأيضا متخصص في مجالات كثيرة جدا في هذا الموضوع. وإلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.